كان يكون ما الحمد لله يعني شيء وايد كبير يعني، والحمد لله حضورنا بالارض المعارض الحمد لله. ليش عروضنا زينه؟ فتلاقي المواطنين كلهم موجودين عندنا والمقيمين، ومن هناك احنا طبعا حرصنا ان نعطيهم رساله ان مهرجاننا هنا موجود كل شيء. بما انك انت ذكرت مهرجان هلا فبراير، يعني طبعا لان الوقت ضاقنا وانطلقت المسيره، نحب نقول لك يعطيك العافيه ومشكور على الجلسه الجميله هذه معانا. ننتقل حق اخونا احمد ماتاقي ونشوف انطلاق فعاليات كرنفال هلا فبراير في شارع سالم المبارك. بالفعل انطلقت فعاليات مهرجان هلا فبراير في سنة 2012، واحنا مثل ما شايفين الحين مشاركة الدراجات النارية معنا هني يعني المخصصة لهذه الشغلات الجميلة الحلوة. وكل سنة لمهرجان هلا فبراير لا ميزة بالانطلاقة، واليوم انطلاقتنا مختلفة تماما في دراجات نارية مشاركة مثل ما احنا شايفين، وكذلك العديد من الشغلات الحلوة. ولا ننسى كذلك جمعيات النفع العام اللي مشاركين معنا في مهرجان هلا فبراير لسنة 2012 بدورته 13، يعني الحين احنا بدورة هلا فبراير 13 سنة ما شاء الله على مهرجان هلا فبراير، وهو يعتبر من المهرجانات الكبيرة بدولة الكويت ومن الأحداث الكبيرة اللي تحدث بدولة الكويت، وهو مهرجان وطني تسويقي مثل ما قلت لكم. احنا شايفين الحين الدراجات النارية يعني على الدفعات قاعدين يجون ويشاركون بهالمسيرة هذه الجميلة اللي قاعدين نشاهدها من خلال حملهم او رفعهم لعالم الكويت عاليا خفاقا ما شاء الله. احنا قاعدين نشوفهم وكل من طبعا لابسين الاخوذ ومتجهزين لهذه المسيرة الجميلة الحلوة مثل ما احنا شايفين. وهذه بعد انواع ثانيه من الدراجات الناريه اللي مشاركين هنا مثل ما انتم تسمعونهم انهم مجهزين حالهم من الصباح الباكر. هم كانوا متواجدين هنا في موقع هلا فبراير او في موقع شارع سالم المبارك. انا وعدتكم ان هناك راح تكون فعاليات كثيره في شارع سالم المبارك بافتتاح هلا فبراير، حتى في دراجات ناريه عندهم سماعات حاطين الاغاني الوطنيه مستانسين بهذه الاجواء الجميله والفرحه اللي قاعدين يرسمونها على وجوه الاطفال وخاصه العوائل اللي قاعدين يجون ما شاء الله شوي شوي قاعدين يتكاتفون لا اله الا الله في شارع سالم المبارك مع انطلاقه فعاليات هلا فبراير ل 2012. هذه بعد دراجات نارية من نوع آخر رباعية العجلات، احنا قاعدين نشوفهم هنا قاعدين يشاركون كذلك في مهرجان هلا فبراير في انطلاقة مسيرة مهرجان هلا فبراير. وأنا قاعد أشوف أن على الدراجات النارية رباعية العجلات عليها أرقام من الإمارات العربية المتحدة، يعني مشاركين هنا في فعاليات مهرجان هلا فبراير، وهذا يعتبر حدث وطني كبير بدولة الكويت، وهو مهرجان من 4/2 لغاية 29/2، واحنا شايفينهم هنا قاعدين يشاركون ما شاء الله من خلال رفعهم مثل ما قلت لكم لإعلام دولة الكويت وإعلام الإمارات. احنا ما شاء الله قاعدين نشوفهم هنا مشاركيننا في مسيرة مهرجان هلا فبراير. فيكم رجعنا لكم مرة ثانية، ومثل ما انتم شايفين وراي مجموعة من السياكل الحلوة. اهلا اهلا، وراي مجموعة من السياكل الحلوة. طبعا بدت فعاليات مهرجان هلا فبراير توها بدت، واول شيء كان معاهم هو السياكل، مجموعة من السياكل كانوا قاعد يمشون بشارع سالم المبارك
شيء حلو سعيد، تنوعت الوان السياكل واختلفت اشكالها، بس المضمون واحد، انه قاعد يشاركون بدافع وطني وهو حب الكويت. ومثل ما انتم عارفين ان شهر فبراير ومهرجان هلا فبراير وايد عزيز على قلوبنا احنا ككويتيين، وهم عزيز وغالي على كل العالم طبعا، وكل الوافدين اللي عايشين بالكويت وكل الزوار اللي جو الكويت. واكيد بهالمناسبه نبارك لقيادتنا الحكيمه ولحكومتنا الرشيده، ومبارك حق بابا صباح وبابا نواف، ونقول لهم كل عام وانتم بخير، والله يديم يا رب يعزكم، والله يخليكم ان شاء الله توج فوق روسنا ويطول بعماركم يا رب العالمين، والله يحفظنا ويحفظ الكويت ومن كل شر يا ربي. واكيد مثل هالمناسبات الحلوه هذه تاصل وتزيد من اللحمه الوطنيه وتزيد من تكاتفنا، واكيد تآزرنا احنا ككويتيين، والله يخلي لنا الكويت يا ربي ويحفظها من كل شر يا ربي. لازلنا مكملين وياكم باقي فقراتنا وتغطياتنا، بس نروح للاستديو وراجع لكم مره ثانيه، خلكم ويانا.